مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نشاط دبلوماسي أميري مكثف خارج البلاد قام به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتوطيد العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة. برز فيها الشق الاقتصادي والتعاون الاستثماري وزيارات تعكس روابط الأخوة والتعاون بين دولة الكويت والدول الشقيقة قيادة وشعبا، وتضع لبنة جديدة في صرح المصير المشترك وتنسج خيوط الانسجام في الرؤى وبناء المستقبل، وتفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واقتصادية تصب في صالح البلاد لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق ركائز الخطة التنموية. وحديثنا يطول أكثر وبشكل مفصل مع ضيفي في هذه الحلقة دكتور عبد العزيز الشبيب، أستاذ القانون العام المساعد في جامعة الكويت. أهلا ومرحبا فيك معنا دكتور عبد العزيز. أهلا فيك أستاذة فاطمة. ولتقريب الصورة أكثر على نتائج هذه الزيارة نتابع معا هذا التقرير. أجدد التحية والترحيب فيكم مشاهدينا الكرام، وكذلك بالدكتور عبد العزيز الشبيب أستاذ القانون العام المساعد في جامعة الكويت. بداية دكتور عبد العزيز، عدد من الزيارات قام بها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى دول شقيقة وصديقة، حظي الجانب الاقتصادي والشق الاقتصادي على الجانب الأكبر أو النصيب الأكبر في هذه الزيارات، كيف تصف هذه الزيارات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكركم على هذه الدعوة والاستضافة. الزيارات اللي قام فيها صاحب السمو الأمير هي زيارات دولة. على هامش هذه الزيارات كانت هناك بعض الاتفاقيات التي أبرمها أو التي تمهيدا لإبرامها مستقبلا متضمنة بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على دولة الكويت وكذلك على الدول المستضيفة لمثل هذه الاتفاقيات، على اعتبار أن دولة الكويت دولة حاضنة للطاقة ولديها من سابع أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم، فبالتالي في زيادة سعر برميل النفط ومع شح السيولة اللي موجود في دولة الكويت، وبالتالي يعود بيع هذه البراميل من النفط على هذه الدول التي تحتاج لمثل هذه الآبار أو لمثل هذه البراميل من النفط، يعود بالنفع على الكويت وكذلك يعود بالنفع على الدول المستضيفة لمثل هذه البراميل. أيضا شهدت هذه الزيارات التركيز على موضوع الطاقة والطاقة المتجددة وربما البحث عن مصادر جديدة للطاقة، كيف سيساهم ذلك في تنمية ودعم الاقتصاد في الكويت؟ أعتقد أن الطاقة المتجددة لا زالت في طور البحث والتطوير. إلى الآن معتمدين على الطاقة، 55% من الطاقة اللي موجود في العالم معتمد على النفط، فبالتالي لا زال البحث والتطوير جاري في الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإن كانت محل نظر إلا أن الاعتماد العالم بشكل أجمع، سواء الطائرات سواء السيارات سواء أيا كان أي سواء المصانع، معتمد اعتماد مباشر على النفط. نعم. والكويت لديها سابع احتياطي نفطي على مستوى العالم بشكل أكبر. نعم تأكيد. وكيف ترى مستقبل الاعتماد على هذه؟ إلى الآن الأبحاث وكذلك الدراسات ذكرت أن ممكن أن تنجح ولكن ليس بالضرورة أن تكون ناجحة. الطائرات على سبيل المثال، نعم، قد أنها لا تنجح الطاقة المتجددة لديها. السيارات لا زالت هناك مشكلة في البطاريات، لكن يقينا أن الدول تحتاج إلى النفط وإلى الطاقة الموجودة حاليا في دولة الكويت، لأن الشرق الأوسط مكامن للطاقة. بالفعل. نعود إلى الزيارات التي قام بها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وحرصه على دعم المواضيع الاقتصادية والتنموية خلال حضوره العديد من الاجتماعات والمنتديات الاقتصادية كذلك، كيف يمكن أن نترجم نتائج هذه الزيارات على أرض الواقع؟ هي الزيارات التنموية والاقتصادية أو زيارات التنموية التي تكون على هامش هذه الزيارات ترتبط ارتباط مباشر في تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت، كذلك في تحسين أو في إيجاد فرص عمل للكويتيين وكذلك المقيمين على هذه الأرض. لذلك زيارات سمو الأمير هي إيجاد فرص جديدة سواء للداخل المحلي أو للخارج الأجنبي، فبالتالي متى ما كان هناك فرص جديدة، متى ما كان هناك فائدة للداخل المحلي بإيجاد فرص وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين وكثير
كثير من 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 الفرص التي سوف تدخل في الداخل المحلي، مما يعود بالنفع على الناتج القومي المحلي، مما يزيد في الانتاج، مما يقلل علينا باعتمادنا على النفط. برايك دكتور، كيف تساهم هذه الزيارات لعدد من الدول التي تربطنا فيهم علاقات تاريخيه وطيده في دعم هذه المواضيع؟ هي الزيارات اللي قام فيها سمو الامير دول مجلس التعاون، وكذلك مصر، وكذلك الاردن. هاتان الدولتان لدينا ارتباط مباشر من قديم الازل، على اعتبار ان دول مجلس التعاون ارتباط ثقافي، ارتباط شعبي، ارتباط كذلك اقتصادي. اما مصر فهي القوه البشريه موجوده في جمهوريه مصر العربيه. نعم. وكذلك الاردن وتملك موقع جغرافي مميز، تملك موقع جغرافي حساس. نعم. فبالتالي هذه الدول هي بالنهايه مصد لنا، واحنا دحافزين او داعمين لهم، سواء بالسياسه الخارجيه او حتى هم في جذب العمالة إلى الداخل المحلي. نعم، نتحدث عن ملف المنتدى الاقتصادي السعودي. كان سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه حريص على مواكبة هذا المنتدى. كيف بداية حدثنا عن أهمية هذا المنتدى بشكل عام؟ المنتدى الاقتصادي العالمي أقيم من 1971 إلى هذا اليوم، مقره في دافوس في سويسرا. نعم. هذا المؤتمر يقام سنويا في الشتاء في دافوس. من 1971 إلى 2002 انتقل إلى نيويورك، أقيم في سبتمبر أعتقد في 2002 في نيويورك. السنة هذه أقيم خارج دافوس في المملكة العربية السعودية، جذب 1000 الحضور هذا المؤتمر 1000 شخص. أي شخص غير المدعوين يدفع 460 ألف دولار للحضور. فبالتالي هذا المؤتمر مهم، يجذب رؤساء الدول، يجذب كبريات الشركات، يجذب رؤساء الحكومات، حتى يتم التناقش في المواضيع التي يعرضها المؤتمر. مؤتمر اللي يقيم في السعودية تحت عنوان التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية، قسم إلى 3 محاور. المحور الأول التعاون الدولي، والمحور الثاني النمو، والمحور الثالث الطاقة. نوقشت في 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 أكثر من جلسة، تمت من خلال هذه الجلسات أكثر من فكرة. لما يؤتى بمثل كبريات الشركات وأصحاب القرار في الدول، بالتالي يحسم موضوع القرار، إما أن الدولة تجذب هذه الفكرة لديها في الداخل. نعم. وإما أن تستثمر في هذا المشروع. فهو منتدى قائم عليه قرارات، وقائم عليه توصيات. نعم. وينعكس على العالم بشكل أكبر. قيمة الحجم الدعومات المقدمة في المنتدى العالمي الاقتصادي 5 مليار دولار، كلها غير ربحية. نعم. فبالتالي هناك انعكاس مباشر على الدول، وكذلك انعكاس مباشر على الدول الحاضنة، وكذلك على الدول التي سوف تستثمر في مثل هذه المشاريع. وما سبب اختيار هذه المحاور على وجه التحديد الثلاثة؟ السبب من اختار هذا المحاور هي وزارة المملكة العربية السعودية. نعم. ممثلة في وزارة التخطيط والاقتصاد. أعتقد أن سبب اختيار المحاور مثل ما ذكره وزير الاقتصاد السعودي على العالم والدول أن تعمل بشكل جماعي، لأن الدول عليها أن تعمل بشكل جماعي، بحيث أن ما يصير في دول غنية وفي دول فقيرة. لأن حسب تقرير البنك الدولي، أن الدول الغنية زاد النمو فيها من 3 إلى 5%، أما الدول الفقيرة فبالتالي زاد فقرها فقرا. فبالتالي هناك حجاب كبير، في فراغ كبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة. لذلك اختير هذا العنوان وهذه المحاور للملمة الفراغات وإيجاد حلول بين الدول الغنية والدول الفقيرة. إذا أمكن تذكرنا بالمواضيع، هي مواضيع الطاقة، مواضيع التعاون الدولي، التعاون والنمو والطاقة، هي 3 محاور. نعم، فتركيز على التعاون الدولي بشكل عام، مما يساهم في كذلك بالتبعية على مواضيع الطاقة والمواضيع الأخرى. هي حسب محاور المنتدى، كل محور خصص له حلقة رقاش. نعم، ننتقل إلى موضوع جدا مهم وأثار الرأي العام عندنا بالكويت، وموضوع ربط السككي الحديدي بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ما رأيكم وتعقيبكم على هذا المشروع؟ اولا مشروع ربط السكك الحديد هو الأهم. فيه اول شيء يساهم في تقصير المدة في نقل البضائع. نعم. الاعتبار بين الجنوب، تعتبر المملكة العربية السعودية بالنسبة للكويت جنوبا، ونعتبر لديها شمالا. هي نقل البضائع من الجنوب إلى الشمال يساهم في تقليل المدة، كذلك في نقل البضائع، كذلك في جذب المستثمرين، في إيجاد فرص عمل. نعم. هذا المشروع يعني رأى النور
والحمد لله كان هناك فترات زمنية يرى النور ومن ثم يوقف ومن ثم يرى النور. الآن لطالما أن هناك رأى النور فبالتالي نأمل أن يتم المشروع حتى يقصر المدة ويجذب إلينا المستثمرين وبالتالي يجذب إلينا التجار والأعمال وكذلك نساهم في إيجاد فرصة عمل ونقل البضائع. هذه من أهم المشاريع. كل ما كان هناك مشاريع تنموية ضخمة يساهم لدينا في زيادة الناتج القومي المحلي للداخل المحلي. وباعتقادكم دكتور هل سيرى النور قريبا؟ بإذن الله نأمل أن يرى، لطالما أن هناك استقرار في الدول نأمل أن يرى النور. نعم دكتور، تشير التقارير الدولية إلى قوة الاقتصاد الكويتي وأنها تحمل صندوق سيادي قوي يحقق أرقام كبيرة ومتصاعدة أيضا كذلك. مدى تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد الكويتي؟ أولا الهيئة العامة للاستثمار وفق قانون 47/1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار أنشأ صندوقين، صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادم. صندوق الأجيال القادم هذا صندوق متين ورصين حسب آخر إحصائيات، فيه تقريبا من 38 إلى 28 مليار دولار. هذا الصندوق يستثمر في كافة القطاعات. نعم. استثماره في كافة القطاعات مثل ما سمح له قانونه يستثمر في الداخل وفي الخارج عبر صناديق تحوط. هذه الاستثمارات تساهم في جذب أول شيء في تقوية ورصانة الناتج، في تقوية ورصانة الاقتصاد الكويتي، ويساهم في تعزيز وقوة العملة المحلية. فبالتالي وفضلا على السياسات الجيده جدا التي يستخدمها البنك المركزي في ثبات قيمه عمله العمله المحليه، لذلك عندنا السياسه الاقتصاديه في الكويت سواء السياسه التجاريه او السياسه النقديه او السياسه الماليه الى حد ما مستقره ولله المنه والفضل. نرجع للصندوق السيادي. الصندوق السيادي متى ما كانت الدوله رصينه وقويه ماليا ولديها اصول وكذلك سيوله، يعني يكون هناك في بحبوحه من العمل وكذلك في بحبوحة من الاستثمار. متى ما أحسن استثمار أو استغلال هذا الصندوق السيادي في استثمارات جيدة تعود بالنفع على 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 على, على, على أرباح هذا الصندوق وكذلك على الناتج القومي المحلي للدولة. نعم، فالكويت يعني تملك اقتصاد قوي وكذلك لديها موارد بشرية قوية والعديد من المؤهلات التي تعزز أن تكون مركز مالي قوي في العالم. فما الذي يمنع إلى تطوير هذه القاعدة الاقتصادية ونقلها إلى مستويات أكبر؟ هذا سؤال إلى حد ما سؤال كبير والإجابة عليه يفترض أن تكون دقيقة. أولا التعاقب أو التغيير الحكومات من الجانب السياسي يؤثر تأثير مباشر على الجانب الاقتصادي، لذلك الاقتصاد والسياسة يعملان بخطان متوازيان. متى ما كان هناك يعني استقرار في الجانب السياسي سواء بالسلطة التنفيذية أو كذلك استقرار في السلطة التشريعية يساهم في زيادة أو في استقرار الدولة مما يعزز في الخطط الاستراتيجية للدولة. تعاقب أو تغيير السياسات الاقتصادية وكذلك الجانب السياسي الصرف ينعكس انعكاس مباشر على الجانب الاقتصادي. لذلك أنت لما تشوفين أي مجلس إدارة يعني خلال فترات ماضية يتغير فيه الوزراء وبالتالي تتغير فيه الوزراء تتغير فيه الاستراتيجيات. لذلك الاستراتيجيات تحتاج استقرار وتحتاج خطط من المجلس الأعلى للتخطيط، من الهيئة العامة للاستثمار، من مجلس الوزراء نفسه، من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء. فكل ما كان هناك تغيير كل ما كان هناك تغيير في السياسات الاقتصادية. لذلك متى ما يعني نأمل من الحكومة من حكومة سمو الرئيس الشيخ أحمد العبد الله أن تكون حكومة مستقرة بالتعاون مع البرلمان. متى ما كان هناك حكومة متعاونة وحكومة مستقرة وبرلمان متعاون مع الحكومة، متى ما كان هناك استقرار، متى ما انعكست الاستراتيجيات التي يرسمها مجلس الوزراء باعتباره هو الراسب وفق نص المادة 132 من الدستور، هو الراسب الحقيقي للسياسة التنفيذية في الدولة. نعم، فباعتقادك دكتور الجانب السياسي هو ينعكس مباشر على الجانب الاقتصادي. بالفعل، ويتواكب طبعا بالإضافة إلى السياسة الداخلية هناك أحداث سياسية خارجية ممكن أن تؤثر على الشق الاقتصادي في الدولة. ويتواكب هذا المؤتمر، نتحدث عن المنتدى الاقتصادي السعودي، مع أحداث عالمية تعصف بمختلف أرجاء العالم، كيف سيؤثر ذلك على الموضوع؟ هناك حربان تؤثران على العالم بشكل شامل، حرب روسيا وأوكرانيا. نعم. وكذلك حرب الكيان الصهيوني مع غزة. عدم الاستقرار في مثل هذا، في مثل يعني لمن
لما ما يكون هناك استقرار في مثل هذه الدول ينعكس علينا انعكاس مباشر، لان تزيد من قيمه، خصوصا يعني اذا احنا شفنا اوكرانيا وروسيا زادت من قيمه الحبوب وكذلك زادت من قيمه الصادرات. فينعكس انعكاس مباشر على احنا كطالبين لمثل هذه السلع. احنا يعني الكويت ما تاثرت، يعني نطلبها من جهه اخرى، لكن نقيس على دول العالم الاخر مثل، واحنا استفدنا من يعني زادت من قيمه الايرادات للدوله على اعتبار احنا منتجين للطاقه، فبالتالي انعكس عليهم هناك انعكاس مباشر بان هذا يعتبر مصروفات، فبالتالي البضائع اللي نشتريها منهم تزيد علينا. فكل ما كان هناك استقرار كل ما كان هناك انخفاض في قيمه الطلب، وبالتالي يكون هناك في تبادل تجاري، وكذلك يكون هناك في فسح في البيع والشراء وفي الطلب والعرض. هذا بالنسبة لحرب روسيا وأوكرانيا، أما بالنسبة لحرب الكيان الصهيوني؟ حرب الكيان الصهيوني باعتبار أنها قريبة جدا، باعتبار شرق الأوسط دول متقاربة، لذلك المملكة العربية السعودية حسنا فعلت، وفي محور أساسي ناقشوا فيه محور غزة، أن يفترض أن الأجواء الجيوسياسية تكون أكثر استقرارا، متى ما كان هناك الأجواء الجيوسياسية أكثر استقرارا فبالتالي يكون هناك أكثر أمانا، فبالتالي هناك يجذب المستثمرين، لن يكون هناك مستثمر أجنبي يأتي من الخارج إلى الداخل في دولة غير مستقرة. نعم، والحروب دائما تكون مدمرة على جميع الأصعدة والقطاعات. دكتور نتوقف للحظات مع هذا الفاصل ولنا من بعد عودة. شكرا جزيلا. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وكذلك بالدكتور عبد العزيز الشبيب أستاذ القانون العام المساعد في جامعة الكويت. دكتور، شاهدنا للتو عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ربما كانت مواضيع الطاقة المتجددة وحماية البيئة البحرية وغيرها من المواضيع التي تعزز التبادل التجاري بين البلدين، كانت من أبرز هذه البنود. ممكن تعقب على هذا الموضوع؟ هو هذه الاتفاقيات يسبقها تمهيد لمثل هذه الاتفاقيات، حتى ياتي بالشخص المعني الذي يبرم هذه الاتفاقيه، سواء كان وزير الخارجيه او غيره، لابرام هذه الاتفاقيات. اولا، هذه الاتفاقيات بالتاكيد يقينا انه سوف تعود بالنفع على سواء على البيئه البحريه او حتى على الطاقه المتجدده، لذلك المملكه العربيه السعوديه بالذات في الفتره القريبه والفتره الماضيه لديها كثير من الأعمال وكثير من الشراكات، لذلك إحنا لما ندخل مع بلد مستقر وبلد يساهم ويساعد على زيادة الإنتاج وزيادة الناتج القومي المحلي سواء له أو لنا، يعود علينا بالنفع، خصوصا وإن كان جارا لديه رصانة مالية عالية جدا، وكذلك لديه استقرار سياسي موجود، وكذلك لديه الإيرادات الوفرات المالية عالية جدا، بالإضافة إلى أن إحنا كدولة لدينا وفرات مالية عالية، وبالتالي الدخول مثل هذه الشراكات يعود علينا بالنفع في إيجاد فرص عمل، هذا على الرأس على 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 على, 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 على الأساس الأول، ومن ثم يؤتى بمستثمرين سواء كانوا محليين أو سعوديين أو أجانب من غير البلدين، كذلك يؤتى بأفكار جديدة متطورة متجددة، وبالتالي متى ما جاءت بأفكار جديدة ومتطورة ومبتكرة فتكون تعود علينا بالنفع، لأن احنا بالنهاية سوف يعني نقيمها بقيمتها التي تعود على 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 المستثمر بالنفع والفائدة. نعم دكتور، هذا الاتفاق وهذه البنود جاءت على مستوى عالي ورفيع، وذلك بمشاركة وفد دولة الكويت يرأسه صاحب السمو حفظه الله ورعاه. كيف تتلمس هذه الزيارة على أعلى مستوى؟ كيف ترى أن هذا التميز والمشاركة وآثارها على إبرام مثل هذه الاتفاقيات؟ هو كل ما كان الوفد عالي أو رفيع المستوى كل ما كان هناك جدية في إبرام هذه العقود، فبالتالي حضور سمو الأمير معناتها أن هناك جدية في إبرام هذه العقود وحلحلة المشاكل العالقة اللي موجودة، لذلك سموه لما حضر لإذابة الفوارق وكذلك التجذيب أو يعني دخول الفريق أو دخول الدولتين بأسرع وقت ممكن، وكذلك يعلم سموه أن هذه الاتفاقيات سوف يكون لديها أثرا بالغا على 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 الداخل، وكذلك على على إيجاد وفرات مالية لدولة الكويت. نعم، هناك كذلك دكتور ضرورة ملحة لوجود أطر واضحة ضامنة لتنفيذ مثل هذه البنود لتحقيق التنمية المستدامة والاستثمار الناجح. كذلك برأيكم، هل تعتقد أن المنظومة التشريعية المنفردة كافية لتحقيق مثل هذا الإنجاز؟ هي بالنهاية إذا تمت باتفاقية مالي بمال البرلمان إلا أن يصادق وفق نصوص الدستور الكويتي،
فبالتالي ان كانت يعني واذا لم يكن هناك تفويضا، لكن اتصور ان البرلمان يصادق على مثل هذه الاتفاقيات، لان خلاص يعني سمو الامير اذا 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 فوض وزير 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 معني او الوزير المختص في ابرام مثل هذه الاتفاقيات، بالتالي مجلس الامه يصادق على هذه الاتفاقيات على اعتبار انها سوف تكون في مثابه القانون، لان عندنا الهرم التشريعي يكون الدستور ومن ثم القانون والمعاهده ومن ثم اللوائح التنظيميه، لذلك المعاهده الدوليه توازي القانون. وهل هذا يكفل انجازها في النهايه؟ حضور سموه معناتها جديه في وكذلك يعني جديه في مثل هذه المشاريع، وان المشروع يعني رايح للانجاز باذن الله باذن الله تعالى. باذن الله. نتكلم دكتور شويه عن موضوع الذكاء الاصطناعي، هذا الموضوع الذي اثير بشكل كبير في الاونه الاخيره واصبح واسع الانتشار كذلك، هناك العديد من دول العالم التي تتبنى هذا الموضوع، كيف سيؤثر على الشق الاقتصادي؟ احنا نامل ان شاء الله باذن الله ان يعني بعد الهيئه العامه للاتصالات وتقنيه المعلومات ابرمت مع جوجل في مناطق تخزينيه، نامل ان يؤتى بجوجل نفسها يعني تختبر او باذن الله ان يكون هناك يعني نوع من الفحص والتدقيق في الذكاء الاصطناعي. وكيف سيساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد؟ بالتاكيد سوف يساهم على الاقل ان احنا راح نستفيد مثل هذه في انجاز بعض الاعمال اللي يقوم فيها الريبورت يعني. نعم. ويكون دقيقة جدا، لذلك نسبة الخطأ في الذكاء الاصطناعي تكاد تكون معدومة. بالفعل. فبالتالي هذا لا يؤثر على موضوع سوق العمل بالنسبة للشباب. متجدد سوق العمل استاذ. توفير فرص عمل. تأتي فرص عمل أكثر. نعم متجددة. متجددة وحتى يبتكر الإنسان. يساهم نعم. في زيادة ابتكار الإنسان للأفكار. بالفعل. بالفعل هي عجلة تتطور عبر الزمن وسنة الله في خلقها يعني. بإذن الله. نعم أكيد. دكتور نتكلم عن موضوع خطة التنمية لدولة الكويت 2035، هل برأيك هذه الخطة قادرة على أن تواكب المتغيرات الحاصلة في العالم؟ نرجع للشق السياسي، خطة الكويت للتنمية تحتاج استقرار سياسي حتى يتم تنفيذها. نعم. لذلك التغيير للوزراء ولمجلس الوزراء يعني يساهم في تعطيل خطة التنمية. نأمل يعني من خلال الحكومة الحالية ان واحنا امامنا تقريبا 11 سنة، نأمل بإذن الله ان تتم خطة التنمية في ظل وجود استقرار سياسي. نعم. لذلك الاستقرار السياسي يساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ خطة التنمية المقررة المجلس الأعلى للتخطيط، وكذلك بالتعاون مع اللجان الموجودة في مجلس الوزراء المقر. دكتور في نهاية هذا اللقاء ودي أعرف توصياتك أو نصائحك إذا ممكن لتطوير الموضوع الاقتصادي والاستثماري في دولة الكويت. احنا نعتمد على 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 النفط كمصدر أحادي للميزانية العامة للدولة. لذلك الدول الجوار يعني أدركوا ذلك واتجهوا باتجاه مباشر لتنويع مصادر الدخل. نأمل وندعو رب العالمين أن نحذو بحذوهم، أن ننوع مصادر الدخل واستغلال أكثر مورد يعني للاستفادة من تنويع مصادر الدخل. يعني إحنا الآن يعني سعر البرميل قد يكون وصلنا إلى 89 أو يعني أولموست 90 دولار للبرميل الواحد، لكن اعتقد ان هذا لن يدوم، لان احنا في 2000 يعني ان شاء الله يعني ما تتكرر او ما تعود بال 2020 كان سعر البرميل 16 دولار واثر تاثير مباشر على الميزانيه العامه للدوله، كانت الميزانيه العامه للدوله تقريبا العجز فيها 9.8 مليار، فضلا عن ان في هناك شح في السيوله. لذلك هذا كان درس لنا، وبعدها جت الحرب الروسيه والاوكرانيه ساهمت في زياده سعر البرميل للنفط، مما عاد بالوفرات الماليه اللي راح تعطينا على المدى القصير، لذلك نامل ان يكون هناك تنويع في مصادر الدخل واستغلال اكثر من مورد مما يعود بالنفع على الناتج القومي المحلي، ويكون هناك فرصه عمل اكثر وجذب مستثمرين اكثر، وكذلك يكون هناك استقرار سياسي وكذلك استقرار تشريعي في دوله الكويت. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد العزيز الشبيب استاذ القانون العام المساعد في جامعه الكويت، وشكر موصول كذلك لكم مشاهدينا الكرام. ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بانوراما تنموية، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.